دي اعترافات التلميذ القاتل الذي قتل زميله داخل المدرسة. يا منى انت عندك تعليق على الكلام ده؟ طبعا في كلام كتير هو قاله مش حقيقي. هو بيقول هو شافه الصبح الساعة 8 وهو طالع من البيت الساعة 12 ونص. شافه فين؟ وهيثم عمره في حياته ما قعد على القهوة. حضرتك على طول من المدرسة للبيت وانا متابعة على طول، وبابا كل مرة بتصل بيه، ومن بداية الساعة 5 و5 ونص عمالة ارن عليه كل شوية الاقي الموبايل مقفول مقفول مقفول. بدأت قلقت، ناديت لاصحابه وقلت لهم طب حد يروح المدرسه ويشوف يمكن مثلا بياخد مراجعه او وراه درس او في حاجه، حد يطمني عليه. ودلوقتي حضرتك اللي بيتكلم دلوقتي بيقول طفل، طفل ازاي؟ ده انسان بالغ عنده دلوقتي هو 5 سنين هو ولا 6 سنين عشان يقول عليه طفل؟ فين اللي طفل ده؟ عشان تحت سن ال 18. لا اللي تحت سن ال 18 ازاي برضك حضرتك؟ القانون لكن طبعا احنا طلبنا بتعديل تشريعي يتيح للقاضي انه اذا وجد من ارتكب جريمه قتل او اغتصاب يرتكبها بعقلية الكبار وبقوة الكبار، لأنه للأسف القانون هنا بيعمل سقف عقوبة لا يتجاوز ال 15 سنة، يعني بعد مضي نص المدة 6 7 سنين هتلاقيه طالع بره بيطلع لكم لسانه وبيقول لكم أنا أهو. أنا دلوقتي النظام ده مش عاجبني، أنا دلوقتي عايزة زي ما هو قتل أخويا لازم ينعدم. وفي وبيقولوا في ناس تاني معاه، هو اعترف بكده هناك وقال إن في تاني ناس مشتركة معاه. أنا بطالب بالقصاص، مش عايزة أكتر من كده، مفيش حد